يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المقابر في المنطقة الشرقية يضعون بدل اللبن الذي يسد به اللحد في القبر يضعون بلاطة من الإسمنت، فهل هذا مباح؟ عند الحاجة نعم، إذا احتاج القبر الأصل أنه يسد باللبنات القوية، فإذا كان في بلد ليس فيها لبن يسد بالحجارة، الحجارة المنبسطة أو بالبلاط، ما يخالف، لا بأس بذلك. نعم، ما يترك القبر ما يسد. نعم.